بالنسبة للأجواء في لندن الآن بعد الإغلاق ورفع مستوى الحظر إلى المستوى الرابع، للأسف يعني هناك حالة من الحزن والوجوم الشديد لدى الشارع البريطاني بسبب إلغاء حفلات أعياد الميلاد هذا العام وحفلات الكريسماس، وهذه الاحتفالات تمثل الكثير بالنسبة للشعب البريطاني المحافظ. عمدة لندن يقول أن أعياد الميلاد هذا العام هي الأسوأ أسوأ عيد ميلاد يمر على البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. الوضع في بريطانيا يعني رئيس الوزراء كما تابعنا قال أن هناك سلالة جديدة تهدد بانتشار أوسع بمقدار 70% بالمقارنة ب السلالات السابقه او المعتاده، وايضا على المستوى السفر هناك قيود جديده. هناك عدد من الدول كما تفضلتم علقت رحلات السفر والطيران الى بريطانيا. هناك ايضا للامانه عده دول ظهرت بها هذه السلاله، وهي بالاضافه لبريطانيا ظهرت السلاله الجديده في هولندا والدنمارك واستراليا. ربما تكون حسب ما يقول الخبراء العلميين، ربما تكون هذه السلالة ظهرت في أماكن أخرى ولكن لم تكتشفها السلطات الصحية بتلك الأماكن.